حلقتنا اليوم حنحكي عن أكتر إشي منحبه بعد الفطور. إيش مسموح ناكل؟ أول إشي منفكر فيه قبل رمضان وأول إشي منفكر فيه وإحنا صايمين. إيش المنيو أو إيش اللائحة أو إيش القائمة تاعت الحلويات اللي إحنا مسموح ناكلها برمضان؟ خلينا نأخذ نبذة سريعة عنهم. إيش هي أنواع الحلويات وقديش فيها سعرات حرارية بكل نوع من الأنواع؟ أول إشي إحنا بنعمله بالبيوت ونكون متحمسين عليه القطايف، قطايف جبنة، قطايف جوز، قطايف جوز هند، قطايف شوكولاتة، كثير في عنا أنواع وأشكال من القطايف. أما أكثر نوعين إحنا متعودين عليهم اللي هي قطايف الجبنة وقطايف الجوز. دايماً بنفضل زي ما دايماً بنحكي إنه إحنا نشوي القطايف ما نقليهم. القطايف تاعون الجبنة فيها 114 سعرة حرارية لكل وحدة من القطايف المشوية. قطايف الجوز كل واحدة من القطايف فيها 154 سعرة حرارية. الكنافة وما أدراك ما الكنافة قديه فيها سعرات حرارية؟ كل 100 جرام من الكنافة فيها 375 سعرة حرارية تقريباً، يعني أي واحد منا بده ياكله وقية فعلياً ضيع أكثر من ثلث اللي مسموح ياكله باليوم من الشباب من السعرات الحرارية. إذا بدنا نحكي عن أشياء تانية من الحلويات في رمضان، خلينا نحكي شوي عن ليالي لبنان. كلنا بنحب نعمل ليالي لبنان برمضان، خفيفة ما فيها كثير سعرات حرارية ومش تقيلة على المعدة. القطعة الواحدة اللي هي تقريباً 100 جرام من ليالي لبنان فيها 82 سعرة حرارية، وهي من السعرات الحرارية المقبولة اللي إحنا بنقدر ناكلها. العوامات بنحب ناكلها وهي سخنة، بنحب ناكلها وهي هلأ طالعة من المقلاي، كل عوامة فيها 21 سعرة حرارية. الكولاج كل قطعة تقريباً 100 جرام فيها 250 سعرة حرارية. إحنا بكل الأشياء اللي إحنا حكيناها وبكل القائمة اللي إحنا حكيناها بفضل إنه نتجه على الفواكه أكثر. مش إحنا ممنوعين من القطايف أو أي نوع من الحلويات اللي ذكرتها، بس إذا أكلنا فواكه منكون عم نقدر ناخد عناصر غذائية مهمة، سعرات حرارية أقل، ومنضلنا فريش ونشطين. رمضان كريم عليكم، صحة وهنا على الحلويات اللي حتاكلوها، ديروا بالكم على السعرات الحرارية، وبشوفكم بالحلقة الجاية.